صباح الخير. صباح الخيرات. صباح عبير. مرحبا محمد. هلا حلوة. صباح عبير. أهلين سمير. مرحبا صابين. دوين دوين بدي بوم. هي بدون لا أحم ولا دستور. شوكية جهلة. أحم دستور. يا الله. ما احترقت. لك ليش تغير شيء بالدستور وما معي خمار؟ ما بعرف شو رأيك؟ ما بعرف شو بدي قلنا. طيب يعني هدول اللي فاتوا قدامي مين هدول؟ هدول موظفين. ها موظفين. طيب الموظفين امتى دوامهم؟ نعم. لك انت شو دخلك؟ طيب يعني دوامهم امتى ما يكون يكون؟ انت شو حشرة؟ انا المدير بحاسبهم. مظبوط. طيب احسبني موظف وفوتني. ما بتفوت قبل الساعة 11. فهمت؟ فهمت. بس تطلع فينا شو كنا هيك؟ مين طالع هذا الامر قبل الساعة 11؟ المدير بذاته. ها القديم ولا الجديد؟ نيناتهم. شلون نيناتهم؟ انا قلت لك انا قلت يعني هلا المدير الجديد قال لك لا تفوت حدا قبل الساعة 11؟ ايه وإذا مالك مصدق بس تفوت سأله. طيب يعني ما بتتدبر معك تفوتنا؟ لا. طيب وإذا قلت لك كرمال هالدقن؟ ما بقدر. طيب هينك هينك دبرنا. أمباص طبا. أمباص طبا؟ وبعت لي. مبين أمباص طبا. وبعت لي يعني ما في أمل. وبعت لي جواب ويطمني. السلام عليكم. شو صار معك؟ ما كان يدخل؟ والله من الساعة 8 واقف. انت من امتى هون؟ الساعة 8. الساعة 8. ليش ما قلتي؟ ما عرفت هذا الشيء. الساعة 8 انت هون؟ ليش ما عرفت؟ عدلك نايم من امبارح هون. شو بدك عم تتداوى بالليل؟ صابين صابين شو بنقول تاني؟ دعنا انك دعنا طلع فيني هون. وين عم تطلع هون؟ طلع فيني عم بحكي معك انا. لك انا عم بتطلع فيك شو احوال؟ شو احوال؟ صابين اتراهن انه رح فوت انا وكل اللي واقفين هدول كلهم هلا وقبل الساعه 11. لك انا لها براهن. من شو لشو؟ يلي بدك اياه. ايه لقيتها انا. يا بتقص لي شواربي يا بقص لك شواربا. لك قبلان قبلان. استناني لكان راجع لك. ابعت لي جواب وطمني. السلام عليكم. السلام. سمعنا استعمل التليفون. تفضل. يسلموا. تفضل شوف شغلك طالما العطبخ. الو. الو. اهلين استاذ. صباح الخير. شو منين عم تحكي؟ والله هيك العادة يا أستاذ، نحن ما بنفتح للمراجعين قبل الساعة 11، تعرف يعني مشان ما يلبكونا. حاضر حاضر تحت أمرك. مع السلامة. عفوا حبيب. نعم. جلدار عندك مقص شوارب؟ ايه. أعطينا واحد. هذا احسن شيء عندك؟ احسن شيء. بدي اياه هيك يقلط قلط. هذا وين؟ قد ايه حقه؟ 150. ايه بامرك. شو هالرخص هون؟ يعطيك العافيه. يعافيك. انا بسلم. يسلموا. الله يعافيك.
افتحوا الابواب يا ابني. خلاص هيك الاوامر، افتحوا الباب. صابين وبعت لي لا صابين شو هذا انت؟ شايفك جايب مقصات معه. هذا مقص واحد جمال. شو تفوتنا قبل ما ننفذ الشغل؟ لا ما بتفوت قبل الساعة 11. اقرا طيب. افتح يا زمزم. شو فكر حالك بمغالة علاء الدين؟ لا هي مغالة علي بابا بال 700 حرامي اللي جوا. شو ابو عبدو؟ مين قالك تفتح الباب؟ هيك اجت الاوامر خليهم يدخلوا. شو؟ تفضل يا جماعة. خربوا بيتي يا ابو عبدو. يا حنا احنا امين شوي يا ابو عبدو. والله فوني جان فوني جان. والله يلا. لك وين رحتوا؟ تعالوا يا جماعة تعالوا شوفوا شو صابين؟ شو؟ أنب لعندي أنب 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 لعندك. بتطلقني مرتي أنيحنا متبوزك لعندنا أوعى فوخ فوخ ما بتحلق أنا في بالك بنزعل يلا ها على مهلك على مهلك لا تخاف لا تخاف أوعى خير خليك وبعت لي الكهوة وطلقني.